عايزين نجيب محصلة المجموعة، نقطة اللوكيشن بتاعت الايه؟ بتاعت القوى اللي موجودة عندي. خلاص، مجموعة القوى اللي عندي هيبقى عندك سميشن قوى في اتجاه الاكس عبارة عن 90 زائد 90 زائد 90، يعني بتساوي 270 كيلو نيوتن. سميشن قوى في اتجاه الواي بتساوي 0، ده معناه ان الار بتساوي 270 كيلو نيوتن، وفي الاتجاه الايه؟ الافقي. عايزين نجيب اللوكيشن، ده المهم عندي في المسألة. خلاص، طيب احنا المحصلة بتاعتنا دي نقطة او. خلاص، ممكن نفرض ان المحصلة موجودة هنا، ده الار بتساوي 270 كيلو متر. عايزين نجيب المسافة واي دي، المفروض ان ده بيكافئ ده. خلاص، ارجع تاني المبدا سميشن مومنت حوالين نقطة او للمحصلة هيساوي مجموع العزوم للمركبات كلها حوالين نقطة او. طب عايز المحصلة ده بيدور مع عقارب الساعة، يبقى سالب 270 في واي بيساوي، انا واقف هنا، يبقى عندك سالب 90 في 12، سالب 90 12 و9 21، وعندك القوة اللي فوق دي عكس عقارب الساعة زائد 90 المسافة كلها اللي هي كام؟ 21. ده يبقى مع ده طلع 2 ويطلع الواي بتساوي 4 جنيه.